اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الأم في مقر وزارة خارجية مملكة بلجيكا مع معالي السيدة صوفي ويلمز نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة خارجية مملكة بلجيكا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادة وزير الخارجية إلى بروكسل. خلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية على عمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا الصديقة، في ظل الحرص المتبادل بين البلدين الصديقين على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين واستمرار المشورات السياسية لفتح مجالات أوسع للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها رحبت معالي السيدة صوفي بالزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية لمملكة بلجيكا للالتقاء بالمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ومشيدة بمسار العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز تلك العلاقات بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الصديقين، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.